الحمد لله على سلامتكم سيداتي سادتي، واهلا بكم مطار اسيوط الدولي. حسب التوقيت المحلي يشير ان الساعة 6:45 ودرجة الحرارة الخارجية في حدود 36 درجة مئوية. من اجل سلامتكم وراحتكم ارجى الجلوس في المقاعد مع ابقاء احزمة المقاعد مربوطة الى حين اطفاء اشارة ربط الاحزمة وتقف الطائرة كليا. نيابة عن طائرة الناس كابتن الطائرة وبقية افراد الطاقم اتمنى لكم طيب الاقامة في اسيوط واينما كانت وجهتكم، كما يسعدنا نراكم قريبا على احدى رحلاتنا.